الأصوات المبشرة بانقلاب الحوثيين تعود للواجهة بذات الأدوات والخطاب. ما هي مخاطرها؟ وهل تجاوز اليمنيون شماعة الإصلاح كلافتة لتمرير مشاريع الفوضى والميليشيات؟ أهلا بكم. ميليشيا الحوثي، الإمارات ووكلاؤها المحليون في الداخل، وتيارات حزبية وسياسية، أطراف تبدو مختلفة لكنها توحدت مؤخرا على مهاجمة مأرب والجوف كأهم قلعتين من قلاع الجمهورية وآخر محافظتين شماليتين خارج سيطرة ميليشيا الحوثي. سيناريو التواطؤ الذي تم قبيل إسقاط صنعاء بغاية ضرب الإصلاح يراد له بحسب كثيرين أن يتكرر اليوم تجاه مأرب والجوف، ومن ذات الأصوات وذات الشخصيات، فقط مع فارق التموضع واختلاف الولاء. تحرس مأرب عرش بلقيس ببسالة أبنائها وبطولاتهم التي سطروها خلال السنوات الخمس الماضية، وتقف الجوف حجر عثرة أمام مطامع الإماميين الذين يريدون إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، غير أن ذلك يقول مراقبون يحدث وسط تجاهل كامل من قادة الشرعية المقيمين في الرياض، وتفرج مريب من قبل المملكة السعودية التي تقول إنها تدخلت لإعادة الشرعية. هل بات على مأرب والجوف أن تراهن على أبنائها وحدهم دون المراهنة على الحكومة؟ وما أهمية مأرب والجوف في إسقاط مشروع الانفصال وعدم تسليم اليمن للانقلابيين؟ مع تصعيد ميليشيا الحوثي في نهم والجوف، عادت بعض الأصوات السياسية والإعلامية لتمثل رافعة لهذا التصعيد تحت غطاء مواجهة فساد الشرعية. يستغل هؤلاء سخط اليمنيين من أداء السلطة الشرعية في محاولة لحرف أجندات المواجهة مع ميليشيا الحوثي من خلال العودة إلى تصوير الحرب وكأنها مجرد معركة هامشية بين حزب الإصلاح والحوثيين، في تكرار بائس لأيام ما قبل سقوط صنعاء بيد الميليشيا في العام 2014. سقطت الدولة في يد ميليشيا الحوثي وتوزعت البلاد بين كثير من الميليشيات، إلا أن شريحة من المثقفين والإعلاميين اختارت أن تنحاز لحساباتها الخاصة، والشماعة الجاهزة دائما هي الإصلاح. يشهد البلد حربا دامية منذ نحو خمسة أعوام دفع اليمنيون خلالها ثمنا باهظا، ولا يزال هؤلاء منحازين لأنفسهم ولخياراتهم الشخصية أولا، وفي كل مرة يلبسونها لبوسا جديدا، غير أن الغاية لا تزال هي ذاتها منذ أن كانت طبول الحرب تقرع على أبواب عمران وصنعاء. مؤخرا نشطت الخلايا الإعلامية الموالية للإمارات من عدن والساحل الغربي، وقد تجمعت معا معظم تلك الأسماء التي عرفها اليمنيون لحظة سقوط صنعاء، وهي تغافل التاريخ بمسميات أخرى للمعركة التي أخذت منهم كل شيء. وأنا أقول لهم هيهات بعيد عليكم مأرب، وأنا أعي ما أقول، وأنا أعرف قومي والله الحمد والنصر. في اللحظة التي كانت فيها مأرب وسلطاتها تستنهض قوتها في مواجهة ما بدا أنه هجوم شامل لميليشيا الحوثي ومحافظ الجوف في مقدمة صفوف الجيش والقبائل، كانت الخلايا الممولة من أبو ظبي تتحدث عن اتفاقات جانبية بين هؤلاء والميليشيا للعمل معا. يستثمر هؤلاء في مزاج شعبي ساخط على الشرعية ومتعب من طول أمد الحرب وأهوالها، ولكن النتيجة التي يبتغون الوصول إليها تختلف تماما عما يريده اليمنيون، كما أن اللحظة الآن قد تغيرت، وذلك الخطاب القديم لم يعد ينطلي على أحد عدا شريحة صغيرة نذرت نفسها لصراع حزبي بائس يحتفل دائما فوق جثة بلاده. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر الأقمار الصناعية من مأرب جواد الغفوري الناشط السياسي. أرحب بك سيد الغفوري. أبدأ معك بسؤال، بما أنك من مأرب الآن تحدثنا، ما الذي تمثله مأرب والجوف بالنسبة للجمهورية في هذه اللحظة التاريخية؟ مأرب يا عزيزي تمثل القلب النامض، القلب النابض للجمهورية اليمنية وللشرعية تحديدا، وأي استهداف لمأرب والجوف هو معناته استهداف لقلب الشرعية، وإذا استهدف القلب في أي كائن حي يموت، وإذا وهم أرادوا أن يستهدفوا قلب الشرعية لتموت الشرعية ولتنتهي تماما، ومن بعدها يبدأ الحسابات الأخرى
ليمن ما بعد الشرعية أو يمن ما بعد عبد ربه منصور. فوقفت مأرب سدا منيعا أمام كل هذه الأحداث والمؤامرات، وبقت مأرب كأنها منارة يهتدي إليها كل حر يمني. فعندما بدأت مأرب حق إليها اليمنيون من كل مكان، والتحم اليمنيون في مأرب والجوف وبدأوا بالدفاع عن الشرعية وبدأوا بتحرير المناطق، ووقفت قبائل مأرب ورجال مأرب وتاريخ مأرب وشجاعة مأرب، وقف كل هذا الإرث التاريخي لمأرب، وقف سدا منيعا أمام كل هذه التحديات التي أرادت أن تنهي اليمن. قالتها مأرب: لن نكون إلا يمنيون عرب، ولن نكون يمنيون فارسيون. طيب في هذا السياق، يعني خلال الأيام الماضية كان هناك عملية عسكرية قصف استهداف لمدينة مأرب، أيضا تزامن ذلك مع هجمة إعلامية رصدت، هناك تخوين أيضا لقيادات محافظتي مأرب والجوف. كيف تلقى الناس في مأرب هناك هذه الضربات إن صح التعبير؟ في بادئ الأمر استقبلت مأرب وجيش مأرب ورجال مأرب معركة نهم والانسحاب الذي صرح عنه وزير الدفاع أنه تكتيكي، استقبلناه بحزن وعمق وقهر. وبعدها بيومين عندما بدأت القبائل تلتحم مع الجيش، وبدأنا نفيق من هذه الصدمة التي حصلت لنا في نهم، هي حقيقة صدمة، لكن بعدها بدأنا رتب الجيش الوطني حاله، وبدأ استعاد معنوياته كجيش شرعي ومدرب، واستفاق أن المؤامرة أكبر من مأرب، هي مؤامرة على اليمن كامل. ومن بعدها بدأت الآن الجيش اليمني بدأ يستعد المواقع، بدأت المعركة كما هي. الناس في مأرب الآن فاقت، كانت تشعر بحالة إحباط، الجميع كان حتى الحجر والشجر نفسياته صفر في مأرب. لكن فجأة عندما بدأ الجيش اليمني باستيعاب المعركة نهم والانتكاسة التي حصلت في نهم، بدأ الجيش اليمني يستعيد المواقع وتحول من الدفاع إلى الهجوم، واستفاق الناس، ذهب الناس مع كل من هو موجود في مأرب. مأرب تحوي إلى الآن ما يقارب 3 مليون مواطن يمني، الجميع حمل السلاح ودافع عن مأرب وعن الجوف وعن الشرعية، وقالوها بأعلى صوت: سنموت في هذه البقعة الطاهرة من اليمن. في السياق أيضا، يعني هناك أصوات يعني كثيرون رصدوها فيما يتعلق بأن هي ذاتها قبل ما يدخل الحوثيين إلى صنعاء كانت ترحب تبشر فيه إن صح التعبير، الآن يرصدون عودة هذه الأصوات، لكن هذه المرة في مهاجمة مأرب، ويتحدثون على أن من يتواجد في، يعني هل يمكن فهم أن هؤلاء هم طابور خامس بداخل الشرعية؟ هؤلاء يا صديقي، هؤلاء الأصوات معروفة، ويعني هي مثل جمل المعصرة تدور في مكان فارغ، ولا يمكن لها أن تهزم مأرب ورجال مأرب وجيش مأرب والجوف. لكن وهؤلاء ليسوا أعداء، ولا يمكن أن الجيش الشرعي في مأرب والجوف وفي اليمن عموما تحت سيطرة الشرعية يصنف هؤلاء الأصوات بأنها عدوة. لكن نحن نعرف عدونا الحقيقي، عدونا الحقيقي هو الحوثي الذي يستهدف مأرب والجوف بالصواريخ البالستية، يا بالدبابة، بالمدفع. من يستهدف الجيش الوطني في مأرب أو الجوف أو في أي مكان، هو يستهدفه في الصوت وفي الكلمة، والكلمة والصوت إذا كانت ستهزم الجيش اليمني فنحن لا نستحق أن نبقى، فالكلمة لا يمكن أن تهزنا أو تزلزلنا. إنما من يستهدفنا في المدفع والدبابة هو العدو، ولا يمكن نحن أن نعتبر هؤلاء الأصوات الأصوات هذه ممكن نسميها نشاز، أنها ستهبط من معنويات الناس. تصدقنا عزيزي أن معظم 90% من أبناء الجيش الذين يقاتلون لا يقرؤون ما يكتبه هؤلاء الذين اعتبرتهم أن دخيلين أو نشاز. ما الجيش الوطني لديه عدو واحد، نحن لسنا حمقى في الشرعية،
حتى نخلق 1000 عدو ونخلق 1000 مشكلة. نعرف عدونا تماما، عدونا هو الحوثي الذي استباح اليمن، استباح البلاد، استباح كل شيء. أما هؤلاء إذا انتصرت الشرعية والسعادة صنعاء سيعودون إلى مواطنين صالحين، وسيكون من سب الجيش الوطني أمس سيمتدحه باليوم الثاني. لكن العدو هو الحوثي، نعم. العدو الحقيقي الظاهر الذي واجهنا بالدبابة والمدفع والصاروخ. أما الكلمة فلا تهز، لا يمكن أن تهز الكلمة الجيش الوطني أو الشرعية. نحن كشرعية كدولة في الأخير لدينا وزير إعلام، ووزارة الإعلام يجب أن تكون لها ثقلها وترد، لديها ما يقارب 100 وكيل، هذه هي تتولى أمرهم. أما الجيش اليمني لا، الشرعي لا ينتظر لهؤلاء، لا ينظر إلى هؤلاء، ينظر لعدوه الحقيقي الذي يواجهه بالدبابة والمدفع. والكلمة هذه كدولة نحن كشرعية من حقنا من حقهم ينتقدونا، عادي طبيعي، الانتقاد طبيعي، لكن لا يثبت الانتقاد هذا من عزيمة الأبطال. لأننا أؤكد لك أن 90% من أبناء الجيش لا يقرأوا ما يكتب هؤلاء. تفضل بالبقاء معي سيد الغفوري، ورحب بمن ينضم لي عبر الهاتف من هولندا الإعلامي السيد عبد الله الحرازي. أرحب بك سيد الحرازي. في سياق الحديث على أن هناك هجمة عسكرية شنت على مأرب، تزامن ذلك بحسب كثير من الراصدين في وسائل الإعلام وفي منصات التواصل الاجتماعي على استهداف للقيادات الإعلامية، ما وصفوه باستهداف للقيادات الإعلامية والعسكرية والسياسية في مأرب. كيف تابعت أنت هذا الأمر؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وعلى ضيفكم العزيز أيضا. حقيقة نتابع عودة ذات دعني أقول يعني الباكج أو المجموعة التي كان لها دور مشهود ومعروف لدى أبناء الشعب اليمني في التهيئة لانقلاب 2014، ثم انتهى دورها وزيحت من المشهد، وفجأة تفاجأ الناس بعودة ذات الوجوه وذات الأسماء وحتى ذات الوسائل. تم إعادة إصدار بعض الصحف قبيل الأحداث التي اشتعلت في تعز، واستحدثت يعني وضعت الجيش الوطني في نشانها كعدو وحيد ودائم لاستهداف استهدافها بالكلمة وبالمنشورات وبالمطبوعات وبمختلف وسائلهم بما في ذلك حتى القنوات التي تم يعني استفرغ الحوثيون منها في صنعاء وقاموا بالاستحواذ عليها، وأقصد هنا كثير من وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام. عادت هذه كمنظومة واحدة تعمل ما بين قنوات وصحف لاستهداف أبناء الجيش الوطني يعني التشنيع عليهم وتضخيم الأخطاء الموجودة، وحتى يعني افتراء أحداث وأخبار ومقابلات حتى مع الموتى كما يعرف الجميع. هذه منظومة عملت وفق يعني مسألة فوق يمنية، مسألة إقليمية كانوا هم طرف فيها، والآن يعاودون بفعل وبتمويل ذات المنظومة تكرار نفس النوع، بما أن المسألة كانت مجدية معهم في بداية الانقلاب، يحاولون الآن تكرار المشهد وتفريط العزائم وبث الإشاعات واستهداف آخر معاقل الجمهورية الآن. في هذا السياق يعني شخصيات وجماعات كانت تسعى يعني هذه الشخصيات والجماعات اكتوت بنار الحوثيين كما اكتوى اليمنيون فيها، لكن الآن هناك حديث على أنها يعني هناك تلاقي مصالح. كيف تفسر الأمر أنت سيد الحرازي؟ لم يكن ما يعني هذه الجماعات موجهة نحو هدف واحد، وهو الانتقام من الشعب اليمني الذي خرج في فبراير من عام 2011 لقول لا للفساد واستمرار منظومة الفساد التي كان يقودها علي عبد الله الصالح. فالأهداف ما زالت قائمة، هم تحالفوا سواء هذه يعني المنظومة التي تابعة لعلي عبد الله صالح أو لأبنائه الآن أو آخرين من لديهم عداءات يعني خاصة، لديهم هدف واحد وهو استمرار الانتقام من هذا الشعب. فهذا الهدف ما زال قائما،
بعيدا عن التفريعات التي دخلوا فيها من ضمن تحالفات وما إلى ذلك من 2014 ثم الانقلاب داخل الانقلاب عليهم مع من حليفهم الحوثي ومحاولة خروجهم في صف منفرد يعني. لكن الهدف الأساسي يمكن فهم المسألة، هؤلاء منتقمون من الشعب اليمني ولا زال عدائهم لهذا الشعب ولحلم هذا الشعب باستعادة دولته وبإعلاء مفهوم الجمهورية واقعا ممارسا يعني واقعا ديمقراطيا واقعا يضمن الحياة الكريمة للجميع. هذا العداء ما زال قائم، سواء اتفقوا مع الحوثي في فترة من الفترات أو يعني أو اختلفوا معه. هدفهم واضح، وممولهم وغرفة الانقلابات أو غرفة الثورات المضادة ما زالت تعمل، وهؤلاء هم ضمن منظومتها، سواء كانوا من الواضحين العاملين مع في إطار المؤتمر الشعبي العام أو ما تبقى منه، أو كانوا من يعني تم تفريقهم على أساس أنهم أصوات مستقلة أو أصوات بعضها يسارية وما شابه. كلها تخدم ذات المنظومة وتخدم ذات الهدف، وهو يعني تدمير روح الحرية التي انبثق في هذا الشعب في ثورته الشعبية الشبابية السلمية. تفضل بالبقاء معي سيد الحراز. يعود إليك سيد جواد الغفوري في سياق الحديث عن ذلك، يعني أنت أيضا أريد رأيك فيما يتعلق بهؤلاء الذين يعني اكتووا بنيران الحوثيين. كانت هناك مهما كان يعني مواجهات بينهم وبين الحوثيين، لكنهم الآن في سياق ما يحدث لمأرب ذات الاستهداف وذات الهدف، كيف تراها أنت هناك وأنت الآن هناك في مأرب؟ يا صديقي، هؤلاء لا يعرفون العدو من الصديق، هم يعني مع من غلب، هكذا يجب أن نسميهم. في الأمس يعني منذ 2011 هم ينتقون من كل من 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 كل أبناء من كل من قال لثورة 11 فبراير نعم، هؤلاء ينتقمون من الأحرار. بعدها بدأ 2014 طبلوا أن الحوثي قال لفلان قال لعلان قال ليأخذ الحزب الفلاني قال ليأخذ، فبعدها بعد فترة استوعبوا الموضوع عندما بدأت معركة علي عبد الله صالح مع الحوثيين، شردوا من صنعاء كما شرد الأحرار من قبل وتحولوا، ثم عادوا إلى رشدهم يمكن لشهر أو شهرين تمام. ومن بعد ما خرجوا من معاقل الحوثيين، بعضهم من جاء إلى المأرب وسافر إلى الخارج، بعضهم من سافر إلى عدن، بدأوا يقولون نار الجيش الوطني ولا جنة الحوثي. فبعدها عندما عاد طارق عفاش وبدأ معارك طارق عفاش، التفوا حول طارق عفاش، ثم ادعوا ان طارق عفاش هو الرجل الاول والاخير، بينما طارق عفاش في بدايه الامر كان هو عدو عندما كان مع الحوثي، فعندما حمل سلاحه ضد الحوثيين هو لنا للجيش الوطني، هو لنا ليس الان عدو، هو لنا غير عدو الان، وبنفس الوقت ليس صديق. عليه أن يعترف أولا بالشرعية وبوزارة الدفاع، ثم تلتحم الجبهات، كل من يحمل السلاح ضد الحوثي يجب أن يوحد كلمته. هذه الحقيقة إذا أردنا أن نستعد اليمن، فلنترك النزاعات والخلافات، سنختلف فيما بعد، دعونا نختلف فيما بعد، لدينا عدو واحد. طيب بما توصف يعني في هذا السياق الذي تتحدث عنه، بما توصف يعني عندما يأتي لنقل ذراع إعلامي لجبهة ما داخل اليمن التي يفترض أنها تعلن أنها تقاتل ضد الحوثيين، ليأتي ويتحدث يعني ليرصد له الناس مواقف ضد مأرب، حديث فيه هجوم على مأرب والجوف بالتزامن مع حملة عسكرية الحوثيين على المدينتين، كيف تفهم الأمر أنت؟ في أي سياق تضع؟ هؤلاء ينتقموا من الجيش اليمني، لأنهم في اعتقادهم أن الجيش اليمني هذا هو سبب سقوط علي عبد الله صالح زعيمهم الأول والأخير. هذه جماعة المؤتمر العام أو جماعة علي عبد الله صالح بدأت هكذا، ثم فيما بعد عندما علمت أن الحوثي هو شر على اليمين أجمع استوعبت الأمر، هربوا بعض الأحرار المؤتمر وبعض الرجال من صنعاء ذهبوا إلى عدن،
لم يذهبوا إلى الشرعية، ذهبوا إلى حضن الإمارات، استوعبتهم الإمارات، دعمتهم الإمارات، ومن حقهم أن يدافعوا عن وطنهم، ويدعمهم من يدعم. الإمارات نفسها دعمت الشرعية، دعمت الجيش اليمني، ثم اختلفوا فيما بعد. فأخذت الإمارات واجهت علي عبد الله صالح، وأخذت السعودية واجهت الجيش اليمني، وحصل فرقة. يعني المتحكم هنا والمتحكم هنا لا يريد لم الشمل. إذا اتحد اليمنيون في كل الجبهات وكل الأحرار وكل المتضررين من الحوثي، صدقنا سننتصر، وستعود اليمن وستعود الحرية، وليجتمع الإصلاح الناصري، والناصر يجتمع الإصلاحي والمؤتمري، ونعود واحد هكذا بالكلمة، نتحارب بالكلمة. الآن الشعب اليمني يتحارب مع الحوثي بالمدفع والدبابة، هذا هو العدو الحقيقي لنا. بينما من يحارب الجيش الوطني أو ينتقد الجيش الوطني بالكلمة هذا لا يعتبر عدو. أنا شخصياً كأحد واحد من أفراد الجيش اليمني لا أعتبر هؤلاء أعداء، لا أعتبرهم أعداء، لأن الكلمة لا يمكن أن تهبط من معنوياتنا. معنوياتنا لديها هدف معين، وحريتنا أخترنا لها عرش الرحمن سقفا لها، ولو علمنا سقفا أعلى من سقف الرحمن لجعلناه سقفا لحريتنا. ولا يمكن أن تأتي كلمة أو مقال أو شيء ليهزم أبناء الجيش اليمني أو الناس الأحرار الموجودين في مأرب، ليهزم تاريخ مأرب، ليهزم تاريخ اليمن، لا يمكن. هؤلاء لا يمكن، هؤلاء مفلسون، ممكن نسميهم مفلسين، إعلام مفلس تائه ليس له هدف. نتمنى أن يعودوا إلى الصواب، وأن يلتحموا بالشرعية، وأن تتوحد الجهود، وننطلق حول عدو واحد. لا، الآن خلق الأعداء بهذا الوقت ليس لصالح أحد. الحوثي سيستفرد بالجميع. يعني في الحديث عن خيارات اليمنيين، خيارات أهل يعني القيادة هناك في مأرب والجوف أيضا، تجاه المعارك العسكرية وتجاه أيضا هذا الحديث الإعلامي، لأنه على الأقل إذا لم يكن الجيش الوطني يتأثر أو أفراد الجيش الوطني يتأثرون، فمن يتابعون المشهد يتأثرون بهذه يعني بهذا الضخ الإعلامي. صحيح. إن صح التعبير. فبرأيك صحيح. ما هي الخيارات؟ صحيح. الخيارات هي أن توجه إلى وزارة الإعلام وإلى وكلائه بالعشرات أو بالمئات. يجب أن يفعلوا الإعلام وأن يظهروا للناس الحقائق وأن ينقلوا للناس معنويات الناس بعد معركة نهم في كل مكان. صدقنا أن معظم 90% من أبناء الشعب اليمني الذين تحت سطوة الحوثيين مع الجيش اليمني ومع الحرية والانعتاق من هذا الظالم الكهنوتي. لكن يوجد توجيه معنوي للجيش، عليه أن ينقل الصورة، توجد وزارة إعلام عليها أن تنقل الصورة للناس عليهم. حتى يا صديقي أو يا صديقي العزيز، حتى وزارة الإعلام تائهة، مش عارف توجه أي شيء. فيوجد تيه في وزارة الإعلام، ولا من حقهم اليمنيين أن يعني تهبط معنوياتهم لأنهم يتابعوا إعلام الحوثي. لكن هذه ليست مشكلة الجيش اليمني، إنما مشكلة الشرعية ومشكلة وزارة الإعلام، التي يجب أن تواجه الكلمة بالكلمة والقناة بالقناة. يا صديقي العزيز، يكون الدنيا معارك والدنيا حامية، وقناة الشرعية تجيب أشياء مسجلة ولها شهر لها سنين، بينما الحوثيين لديهم ناس مدربين ينزل إلى أرض المعركة، واحد يحمل الكاميرا، واحد يحمل الآلي. شكرا لك سيد جواد الغفوري الناشط السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. بالعودة إليك سيد عبد الله الحرازي، في سياق الحديث عن يعني هناك من يقولون أن ما يجري في يعني هناك في مأرب والجوف هناك سيطرة من قبل الإصلاح يعبث بهاتين المحافظتين، وهذه المحافظتين تقع بشكل كامل تحت سيطرة هذا الحزب. ما رأيك فيما يتعلق بهذه الادعاءات او المزاعم؟ اولا دعني يعني اؤيد ما طرحه الاخ جواد من تحميل وزاره الاعلام في الحكومه الشرعيه كامل المسؤوليه عن هذا الخفوت الاعلامي الذي لا يستطيع ان يواجه او ان يكون على قدر المسؤوليه، بينما الضخ الاعلامي
من قبل الجهاز الإعلامي للميليشيا الحوثية يعمل يعني على قدم وساق، وكذلك الجهات الأخرى المغرضة. ينشغل وزير الإعلام اليمني بإعادة التغريد لمسؤولين سعوديين وتطويل لإنجازات سعودية، ويعني انشغال مخزي ومخجل في لحظة تاريخية تتسجل على هؤلاء حقيقة. ويعني أبناء الشعب اليمني يعرفون طبيعة الحال الآن، لكن ما هذا الدور لوزارة الإعلام دور مخزي. هذا إذا أضفنا يعني أو إذا ما استبعدنا العديد من منسوبي وزارة الإعلام في مستويات قيادية، هم أيضا أعضاء في خلية استهداف معاقل الجمهورية في مأرب وفي الجوف. أما بالعودة إلى سؤالك حول مسألة الإصلاح وما الإصلاح، هذه الدعاوى يعني نسمعها منذ عام 2011. الإصلاح هو اختطف الثورة، ثم الإصلاح هو من يدير حكومة بالتوافق، حكومة الوفاق، ثم الإصلاح هو الذي يقوم بمجابهة الحوثي واختلاق المشاكل، ثم الإصلاح هو الذي يتحكم بالجيش الوطني. الإصلاح هذا أصبحت الإصلاح والإخوان يعني أصبح مشجبا مكسورا، لا ندري إلى متى يعني سيظل هذا العذر قائما يعني في استهداف كل ما يمثل الجمهورية ولأمان اليمنيين بصلة. يعني هذا حديث ممجوج لا يستحق الرد عليه، لأنه الآن 9 سنوات وهي ذات الأسطوانة المشروخة من قبل كل من يستهدف أحلام اليمنيين، وهي موجة سائدة ليس فقط في اليمن وإنما في المنطقة بشكل عام. كل من يقول لهذه الأنظمة المتكلسة، الأنظمة التي باتت مسخرة عالمية في المنطقة برمتها، يتم يعني وضعه في خانة الإخوان تارة وفي خانة الإرهاب وفي خانة هذه الخانات الممجوجة. يعني لا، لكن إذا لم تكن مؤثرة بالفعل، يعني إذا لم تكن مؤثرة بالفعل، لماذا يستخدمها من يستخدمها في سياق الترويج الإعلامي والاستهداف الإعلامي؟ يستخدمونها لأن هذه هي السيمة التي تطرب، وهذا هو الوتر الذي يطرب مموليهم. يعني هنالك غرفة عمليات للثورات المضادة في أبو ظبي، والأمر أصبح فوق الطاولة، لم يعد يعني لم يعد ضربا من ضروب الدهاء والفراسة أو التنجيم. يعني أصبحت الأمور أكثر من واضحة. هنالك غرفة عمليات للثورات المضادة بشكل عام تديرها أبو ظبي وتتحكم بالمشهد، وبالتالي لديهم ذات السيمات. ستجد نفس العبارة تستخدم في مصر، في ليبيا، في سوريا، في الداخل السعودي، في اتهام لهذه الجهة أو تلك. كل من يقول لهذه المشاريع التي تريد إرضاخ المنطقة والشعوب العربية بشكل عام وشعبنا اليمني أيضا بشكل خاص، يرفعون عليه عصا الإخوان المسلمين بكل تنويعاتهم. في تونس نفس القصة، لكن الشعوب تعرف خياراتها في النهاية. هذا لا يعني أن هذه الحملات الشرسة غير مؤثرة على الإطلاق. يعني هنالك تأثير وهنالك تحطيم للمعنويات، هنالك تخصيب المجتمع للهزيمة أيضا، إنما يجب مواجهتها كما قلت عبر الوسائل المضادة لها، سواء كانت الرسمية أو الشعبية. الأمر منوط بكل حر. الآن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كانت صحيفة الثورة تطبع 10,000 نسخة، الآن يعني أقل شخص لديه 10,000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، واستطيع أن يوصل كلمته ورأيه بكل يسر وسهولة. سنجابه الكلمة بالكلمة، وسنقوم يعني وكل الأحرار وكل المؤسسات الإعلامية التي تنتمي وتقترب من أحلام اليمنيين ومن طموحاتهم تتعمل على مجابهة هؤلاء. ليس لدينا من الخسة التي لديهم باختلاق معارك وهمية معهم. يعني هم دائما يبادئون، دائما هم يكونوا طعنة الظهر، بينما يكون اليمني في مواجهة العدو الوجودي لليمنيين المتمثل بجناحين، وهم الحوثيين كعدوان داخلي
التحالف الغادر كعدوان خارجي، يأتي هؤلاء أيضا ليكونوا طعنة ظهر وخاصرة وشوكة، يعني شوكة في أقدام الناس السائرين على درب الحرية. إنما هذا قدرنا، ما لا يوجد لدينا يعني من الخسة ما يجعلنا نتفرغ لهم بالتتبع وباختلاك معارك وبالفبركات وبالكذب. يا رجل ذهبوا يعني من لكي يفهم المتابع والمشاهد الكريم، ذهبوا إلى تعز لإجراء مقابلات مع المرحوم الحمادي، بعدها بأسبوع أو يعني بأكثر من حوالي 10 أيام أغتيل الرجل، ثم قاموا بضخ جعل تلك المقابلة 6 أو 7 أجزاء، وكأنه يعني استمروا في العمل معه 6 أشهر. هذه المسألة أيضا، هذه النقاط يجب أن يلتفت إليها الناس، لماذا اختار الرجل ثم بعد إجراء المقابلة معه تم اغتياله في تلك الظروف الملتبسة والغامضة. وهكذا في كل الاتجاهات. هؤلاء كما بات يعرفهم الجميع، هم مجموعة أشخاص معروفين بالاسم، يديرهم حمود الصوفي، حمود خالد الصوفي، يعني من 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 أبو ظبي، ويعني يحول لهم بالمصاريف إلى القاهرة وإلى عدن، يعني معروفين ذات الأسماء التي كانت تعمل في حجر أذرع النظام في صنعاء، وفتحت لها يعني استعدت لها الصحف ومطابع وإمكانيات مهولة كلها من دم هذا الشعب، أو على الأقل استرزقوا بها على دماء هذا الشعب. وهناك الكثير من يعني يقوم برصد هذه الأمور. شكر لك على تواجدك معنا السيد عبد الله حرازي الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب، مستشار محافظ مأرب السيد عبد الله نكير. أهلا بك سيد نكير. إذا في سياق الحديث على أن بعض المواقع نشرت أن محافظي الجوف ومأرب العكيمي والعرادة يتواصلان بحكومة الحوثي ويرسلون وفودا إلى صنعاء، بداية ما صحة ذلك؟ ولن أمسي عليك وعلى المشاهدين بالخير أخي الفاضل. بالنسبة لبعض أكذوبات الحوثي، يعني عندنا مثل شعب يقول لك إذا كان المتكلم مجنون كان المستعلم بعقله. على أعتاب مأرب ومحافظة الجوف تكسرت أوهام الحوثي وتكسرت طموحاته وتكسر جبروته وبانت عورته. يعني من الطبيعي أن يلجأ إلى بعض الأكذوبات وبعض الأشياء التي يحاول من خلالها أن يشق الصف أو أن يخون الأحرار أو أن يعني يتيه بها حتى المتابع أو المهتم يعني من الشعب اليمني. طبعا هذه يعني نسميها أكذوبة العصر، مثل ما كانت هناك مبادرة يعني من بعض الدول في بعض الدول الأخرى. يعني هذا الأمر غير صحيح. طبعا الإرادة والعكيمي على رأس جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب ومحافظة الجوف. طبعا لم يكن هناك يعني للأسف يعني هناك تضخيم لما حدث. يعني صح الحرب مثل ما ذكر الشيخ السلطان بن علي العرادة كر وفر، ولا يعني أني إذا خسرت تبة أو كسبت تبة، إذا خسرت تبة أني خسرت المعركة أو كسبت تبة أني كسبتها. نحن بالنسبة لمشروعنا الأكبر والأهم هو تحرير اليمن من هذه يعني الشرذمة، من هذه الميليشيات التي طبعا يعني دمرت اليمن ودمرت مستقبل اليمنيين. إن شاء الله تعالى بإذن الله يعني أن يحقق هذا الأمر يعني قريب بإذن الله تعالى. طيب لكن في يعني هناك من نشر ذلك صحفي هو وعد بنشر مقاطع فيديو لاحقة لتلك الاجتماعات. هناك حديث على أن من نشطوا في استهداف مأرب خلال الآونة الأخيرة يتكاثرون. هناك من يقول أن هناك نوع من الاختراق الحادث لمحافظتي مأرب والجوف، هل هناك مؤشرات لديكم لذلك؟ نحن اليوم في مواجهة عدو ليس يعني بالهين طبعا، وله أدواته.
محافظة مأرب يعني شاءت الأقدار أن تكون يعني هي واجهة الدولة، وهي المشروع الناجح إلى الآن في أروقة الشرعية. لا بد أن هناك بيكونوا أعداء يعني، سواء يعني في من يرى أيضا أن له حق الحرية في الكلام، أو من له حق الحرية في التعبير، على أنها أن هذا، لأن نحن في مأرب يعني نمثل وجه الدولة الذي يعني يضمن للمواطن حق التعبير، يضمن له. ولكن نحن نؤكد أيضا أن حق الكلمة وحق التعبير يجب أن لا يكون على حساب دماء الشهداء والأحرار من أبناء الجمهورية اليمنية. طبعا الحملة الإعلامية كبيرة، وهناك أيضا يعني ما نأسف حقيقة الأمر هو أن نجد بعض القنوات التي يعني لها شأنها ولها ثقلها أن تصبح بوق يعني لميليشيات الحوثي، وتنقل بعض يعني أفلامه المفبركة، يعني مع أنها تملك إمكانيات على أنها يعني تفلتر فبركة دول يعني ما نشرها الحوثي من يعني حقيقة الأمر. نحن نطمن يا أخي، نطمن المواطن اليمني على أن يعني الشرعية قوية متماسكة، على أن الشرعية يعني بإذن الله تعالى قادرة على المبادرة وعلى تحرير يعني كل يعني أرجاء اليمن. يعني أيضا نكرر يعني على أن يعني إذا كان يعني ما حدث من أرباك، لعل الحوثي بقبائه أيضا فبركة أو فلترة في المسرحية التي عرضها على القنوات الإعلامية، ويعني عله أيضا يعني وضح يعني بعض الفشل الذي كان يريد أن يسوقه لمحبيه على أنه نصر. كانت لو لاحظ المتابع والإنسان الذي يعني عنده يعني خبرة نوعا ما في المجال الإعلامي، أن هناك يعني مواجهات مصطنعة، لم يكن يعني أي رد من الجهة الأخرى التي كان يصور على أن هناك أبطال أنهم يقوموا بهذه البطولات. ذكر على أن هناك 3500 ما بين أسير وقتيل وجريح، ونحن نتحداه أن يظهر يعني 100 من هؤلاء الآلاف بأسمائهم الحقيقية وأوراقهم الثبوتية التي توجد لديه. طبعا أيضا من خلال متابعتنا على بهذا الرقم يعني العدد الكبير، طبعا وهذا يوضح لنا على أن في هناك يعني قتلى في صفوف الحوثيين يعني بالمئات حقيقة. وأراد أن يضع هذا الرقم الذي قد ربما أنه أول مرة يضعه في أكذوباته، لينقل لمتابعيه ومن غرر بهم على أن إذا قتل منا 200-300 ألف فإنا قتلنا من هؤلاء بالآلاف أيضا. طبعا يعني طيب. الإرباك الذي عايش فيه الحوثي، نحن بالنسبة لنا للأسف لم يستغل أيضا في الجانب الإعلامي الحكومي والمساند له الخاص. نحن اليوم في معركة مفتوحة، كل من يتكلم أو يكتب أو يعني أو ينال من الشرعية أو من قوات التحالف أو من يعني قيادة الدولة، هو لا شك أنه يحمل حوثي صغير في صدره، وإن شاء الله تعالى ستتكسر كل طموحات الحوثي ببندقيته وبقلمه وبإعلامه وبكل متعبرين على اليمن واليمنيين معه. دعني أشارك معنا في الحوار سيد نكير الناشط السياسي زيد الشريف الذي انضم لنا عبر الهاتف من برلين. أرحب بك سيد الشريف. في سياق الحديث عن يعني هناك من يقول إن ما يحدث الآن ويجري يعني في سياق أن هناك رصد لما يقال إنها حملة إعلامية تستهدف محافظتي مأرب والجوف، تتزامن مع عمليات عسكرية لميليشيات الحوثي. هناك من يقول إن ما يحدث يمضي في اتجاه تسليم الشمال للحوثيين وتمكينه في السياق العام لتقسيم اليمن إلى دويلات. أنت كيف ترى الوضع؟ كيف تقرأ المشهد؟ أولا شكرا جزيلا لكم. بالنسبة للحملة الإعلامية التي نالت من الجوف ومأرب ونهم، هي لم تتزامن مع الهجوم الحوثي على نهم وعلى أطراف مأرب والجوف، بل سبقت ذلك، وهي جزء من الهجوم الذي حصل.
فكان المروجون للهزيمة ومعلنون السقوط كانوا يسبقون هجوم الحوثي ويعلنون سقوط نهم أعلنوا قبل أن يهاجم الحوثي بيومين، ثم أثناء مهاجمة الحوثي لمدير أثناء أعلنوا النهم سقطت وأن الحرب أصبحت على أبواب مأرب. هذه الحملة هي ليست حملة بريئة، وهنالك أطراف غير الحوثي ربما فرحوا بدخول الحوثي في نهم، لا أدري هل انتقاما من طرف، هل لا زالوا بغيهم القديم أن الحوثي يستهدف طرف معين في اليمن بعد أن نال منا جميعا، ربما ما زال الغباء مستمر، لكنها كانت حملة غير مبررة وليست من طرف الحوثي فقط. هنالك أطراف ربما كما ذكرت حاولت أن تصفي حساباتها مع بعض الأطراف في بعض الجبهات التي تتهمها بأنها مسيطرة على هذا الجبهة، وهذه كلام غير حقيقي. من يسيطر على جبهات نعم كانت قيادة الجيش ممثلة بقيادة القوات المشتركة التي يقودها اللواء صغير بن عزيز المعين من قوات التحالف. من يقود جبهة نم هو الجيش الوطني بقيادة وزير الدفاع بقيادة المناطق، نحن قيادة الألوية قيادة الكتائب كلها يتبعون الجيش الوطني. إذا هذه الحملة الإعلامية لم تكن مبررة، لم تكن بريئة، وكانت مرتبة جدا من قبل من قام بها ومن الأطراف التي أرادت أن تصفي حساباتها مع طرف آخر. من هذه الأطراف سيد الشريف؟ طبعا الوضع يا اخي شوي معقد وصعب في نام، خاصه بعد ما حصل انه غير ممكن وغير منطقي ان فرضت نام تسقط بهذه السهوله بيد الحوثيين. لذلك الى الان لا احد يعلم ما الذي جرى، لا احد يعلم ما الذي حصل. لكن صراحه هنا انا لا اتهم طرف مثلا كالامارات او حتى اجنحتها في اليمن، لكن هنالك ممن هم موالين للامارات فرحوا ربما يفكروا أنهم بهذا يرضون الإمارات إذا فرحوا في سقوط جبهتنا، ولاحظنا ذلك في صفحاتهم. هناك أطراف أخرى كذلك فرحت في سقوط جبهتنا وهم ضد الحوثي لكنهم فرحين في الإصلاح، وهذا مع احترامي الشديد لهم لا أدري هل غبا أم أنهم مدفوعين ثمن من هذه الأطراف التي تتبناهم. لكن على كل حال الحملة الإعلامية نالت يعني بشكل أو بآخر من عزيمة بعض الناس، وأصبحت الشائعات تنتشر بسرعة، خاصة وإن من يشارك في نشرها أطراف محسوبة على الشرعية، شخصيات محسوبة على الشرعية، إعلاميون يدعمون الجيش الوطني يدعمون التحالف، ولكنهم أشاعوا السقوط قبل أن يعلنوا الحوثي. شكرا لك سيد زيد الشريف الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. سيد نكير، بما تفسر إن صح التعبير هذا الاستهداف الإعلامي لمأرب؟ طبعا نحن هو الإعلام هو أداة من أدوات الحرب، يعني سواء يستخدمها الحوثي أو تستخدمها الشرعية أو أي دولة يعني تكون لها عداء أو حرب مع دولة أخرى. طبعا يعني شرف المهنة ويعني أيضا تقصي الحقائق أنا أرى أنها أيضا أصبحت مفقودة للأسف عند كثير من يعني من ينسبون أنفسهم للإعلام. الحوثي كذلك يؤيد يعني ضيفك الكريم على أن هناك دعاية بثها في محافظات صعدة وعمران تقريبا صنعاء وبعض المحافظات لأنصاره على أن محافظة مأرب والجوف انهارت، وأتوا بالآلاف مؤلفة على أساس أنهم يعني تقريبا يروا أنه منهم من يريد له نصيب الكعكة ومنهم من يريد منهم من يوحي إليهم على أنه يريدهم في المنشآت وما إلى ذلك. لقي الكثير يعني، وهذا يؤسفنا حقيقة الأمر، نحن يعني لا نريد إلا الخير لليمنيين كلهم، وندعو الإخوة في هذه المحافظات على أن يعني يكون لهم هناك يعني موقف جاد، إذا كان لابد من الموت فيجب أن يعني يدافعوا على أنفسهم على كرامة اليمنيين التي يعني أصبح يعبث بها يعني تعبث بهذه الميليشيات. يؤسفنا أيضا ان هناك من هم محسوبين على الشرعيه، يعني المتابع والمشاهد ايضا يقرا التوجهات، حتى ولو غلف بعض الاشخاص بغلاف الشرعيه وبغلاف الوطنيه وبغلاف ذا، لكنه حقيقه الامر يعني يحمل مشروع صغير لا يقل يعني عن مشروع الحوثي. نحن نؤكد للمشاهد ونؤكد ايضا للذي بعيد عن
الوضع اليمني بأن القيادات السياسية قوية موحدة، وأن القيادات الحزبية قوية وموحدة، خاصة يعني من يعني أصحاب الحل والعقد وأصحاب الخبرة، سواء في جميع الأحزاب الكبيرة. هناك للأسف يعني من محسوب وظيفيا على الشرعية، ولكنه تفرغ وأبعد عن الحقيقة. لا هو يعني اللي يعني رأى أنه لابد أن تكون له بصمة ويكون ممن يحمل مع الشرعية، لا يكون يعني معول عليها، ولا الشرعية التي اتخذت موقف جاد أمام هؤلاء. نحن نؤكد أيضا أن دماء اليمنيين غالية، ومثل ما دفعنا عليها بالسلاح أمام الحوثي، سنضطر أيضا أن ندافع عليها بالنظام والقانون أمام كل من يعني يصبح بوق ضد 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 تضحيات اليمنيين. يعني سننتقم لدماء اليمنيين بمن يحمل السلاح بالسلاح، وبمن يرى أن له حرية الكلمة وحرية التحليل وحرية الإلقاء بالنظام والقانون. فالمحاكم قائمة هنا في يعني مناطق الشرعية. الإثباتات يعني قد يعني وإن لم نتخذها كسلطة محلية أو مثلا كجهة نظام، هناك من أهالي الشهداء وأهالي الجرحى من يرى أن هناك من يعبث بدماء أبنائهم وتضحياتهم. نحن حقيقة الأمر لا يساوي عندنا ما دون الدين والوطن قطرة دم من دماء هذه يعني هؤلاء الأبطال. لن يتقدم وضح الفكرة إذا سيد ويجابه الموت ويذهب وكفنه في يده إلا إنسان يرى أنه سيضحي من أجل الدين والوطن، من أجل الكرامة، من أجل الجمهورية اليمنية. لن يكون هناك من يذهب إلى الجبهات إلى القتال، من يريد الاسترزاق أو من يريد يعني غير ذلك. نحن وضحت هذه الفكرة يعني إذن. شكرا لك سيد عبد الله نكير، مستشار محافظ مأرب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في أمان الله.